سميتهم فرحتي شاركوني بسمتي يبعد الهم لما نشتم عطرديه عطرديه روحي مشتاقة وتحن وتارسي عيوني الحزن بيد شمعة قلب دمعة تواسي بيهو تواسي بيهو ما ألقى مثلهم وين ما أمشي لما ضيعتهم ضيعتهم شي ما ألقى مثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الميامين ما تمسك بكم. وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا فوزا عظيما. حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجيس مذخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي يا منار الظلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضاحي كنت لي يوم كنت كهفا
رفيعاً سجسج الظل خافق الأرواح. أترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء والنياح، فبرغم أني أراك مقيما بين سمر القناة وبيض الصفاح، لك جسم على الرمال ورأس رفعوه على رؤوس الرماح، لا تلمني يا ذا الفؤاد الخلي ببكائي على المصاب الشجي، ألمتني أرزاء النبي وعلى العيس من بنات علي وعلى العيس من بنات علي، يردون انسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نوا، هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيزه بغير تغسي، لا تقول علي يسافر ما ودعه، شالوا خواتي وللقبور ما شيعوا، يا ريتهم وياك بالبار يتركوا ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازيم، خويا ودعتك الله الروس شالت ويا ليتا، وما ظنت بهالحال لا أكشر نوصليش، حفظكم الله يا علي الأكبر وجسم
ويلي على المسنات ما تقومين ولينا يا خويا أنا من زغر سني بالهموم أنا من زغر سني بالهموم أعيش بقلبي حسين مالوم من غاب جدنا بالمعلوم وام العليها وام العليها جارة القوم اي وام العليها جارة القوم وبوي القضى وما تمم الصوم وخوي الحسن من مات مسوم أعاين الجسم حسين وين مهضوم عاين الجسم سابح دموم وروحي عليكم طير وتحوم يا روحي يا علي يا طير وتحوم إنا لله وإنا إليه راجعون قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الواعظين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية وأزكى التسليم فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون نور الله قلوبنا وإياكم بهدي أمير المؤمنين صلوات عالية على لا بأس بالثاني يا غفر الله.
من الأمثال التي أشار إليها الإمام أمير المؤمنين التي ضربها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أسماها ومن أهمها أنه أشار إلى حياة نبي من أنبياء الله، وقد جمع بين النبوة وبين الحكم على وجه هذه الكرة الأرضية، لأنه ملك الدنيا على مصراعيها، سليمان ابن داود. فالإمام سلام الله عليه ضرب بهذا النبي أسمى مثلا رائعا عن حياته. الوارد أنه ما عاش أكثر من 120 سنة هذا النبي، وهاي الفترة التي عاشها النبي كان صلوات الله وسلامه عليه مما سخر له، مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين: ملك الجن والإنس لديه بساط، والوارد كما ورد أنه يحمل أكثر من 1000 كرسي 1000 شخص. شنو الذي حرك هذا البساط؟ يقال في الحرب العالمية الثانية حفروا الألمان بعض المستودعات، فعثرت منهم الأيدي على لوح، وفي اللوح أسماء، وهذه الأسماء أسماء 5 من البشر، فلم يهتدوا إلى معرفة هذه الأسماء. طبعا هذا أكو واحد من العلماء يكتب كتاب يسمي الكتاب علي والأنبياء، فيجمعون جماعة من العلماء من الغرب ومن علماء اليهود وإلى آخره، كشفوا أن هذه الأسماء هي اسم النبي محمد. والإمام علي والصديقة الزهراء والحسن والحسين. إذا وضع هذا النبي هذه الأسماء على هذا البساط طار بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا النبي إذا خرج وأقصى مخلوق إذا نظر إلى عظمة هذا النبي، كما تشير الآية القرآنية حينما تخاطب النملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يرسل خلف النملة من حيث علم منطق الطير وهو العالم، فقال: لما حذرت النمل ظلمي؟ قالت: يا نبي الله، مع علمي أنك لا ينطبق عليك ذلك، أنت لست من الظلمة، لكنني رأيت أن هذا المخلوق قاصر حينما ينظر إلى هذه العظمة التي خرجت أنت بها، فخشيت أن يتخذوك إلها من دون الله. فهنا القرآن يقول: فتبسم ضاحكا من قولها
وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قف معي إلى جانب من فسر هذه الآية، يقال أن مع عبادك الصالحين هم محمد وآل محمد. كل هالعظمة هذه اللي يمتلكها سليمان ابن داود، حسب ما قيل أن الجن سخروا لسليمان، كانوا ينقلون الأحجار المنوعة، يروحون يغوصون في أقصى نقاط الأرض ويؤتى إليه بما يريد حينما شرع في بناء بيت المقدس وبنى البيت هذا النبي. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ماكو نبي من الأنبياء سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة إلا هذا النبي، أصبح مبسوط اليد. الإمام يريد يبين طبعا إلى العالم إلى المجتمع بأن كل هاي القدرة اللي يمتلكها هذا الإنسان، لكن إذا جاء أجلهم، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. سبحان الله. دائما يترصد في اليمن ماذا حصل، وكان سببا لهداية تلك الملكة ومن كان برفقتها، داعي حقا إلى الله. طبعا إمامنا أمير المؤمنين لما يشيد بمنزلته بمكانته يشيد بمقامه هذا النبي، كما أنه كان يشيد بأبيه بداود، لأن هواية في قصص الأنبياء بعض النقاط المشينة في حق داود، حتى الإمام في كتاب يسمى تنزيه الأنبياء يقول: من سمعت من ادعى داود بهذا الادعاء، لا بس سامعين قضية الطائر وما أدري إيش هل الروايات الإسرائيلية، قال: من لو سمعت من ادعى داود بهذا الادعاء لجلدته مرتين. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن حق النبوة حق القذف. فالإمام يضرب الأمثال للناس عن طريق هؤلاء العظماء، يقول كل هالعظمة هذه هل استطاع أن يفتش له عن سلم أن يقدم بالحياة دقيقة ثانية يقدم بالحياة؟ فلما استوفى طعمته واستكمل مدته التفت لجماعته قال لهم: الآن حان وقت الاستراحة، أريد أطوف أرتاح، اسمحوا لي من أن يتصل بي أحد أو يدخل علي أحد، لا تزحموني يعني. قال له: لا يا نبي الله، براحتك تفضل. دخل. هو دائما الأنبياء مو مثلنا، احنا ما يدري في أي لحظة يستتب له الرحيل، ما يدري. الأنبياء دائما في زيارة بين ملك الموت وبين النبي، موجود هذا الشيء. بدخوله هذا النبي وإذا مثل له شاب عجيب، من أين دخلت والباب مغلق؟ قال له: يا نبي الله، أنت تدري أنا أدخل بغير إذن. قال: حبيبي ملك الموت. قال: بلى. تأذن لي أنام على فراشي أودع جماعتي؟ قال: لا أبدا، وقتك انتهى، وقت ضايع هم ما عندك، خلص
اتكئ على عصاك رأسا، ما عندك وقت، حتى ماكو لحظة أن يضطجع على فراشه، ماكو إلى لحظة يضطجع على فراشه، ماكو أبدا. فاتكأ على عصاه وعرجت بروحه إلى الرفيق الأعلى. واختلف القوم فيما بينهم 3 أيام، وجاءت دابة الأرض تكشف الخبر، فسقط فعلم القوم، يقول أبو حسين، فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفنا بنبال الموت، فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة. عند دعاء ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال له ليش قد شقد اعتريك البخل، ليش يعني خلي غيرك. قال لا، هذه نعمة خاف يجي فيما بعد إنسان فيما بعد ويكفر بهذه النعمة، خاف يكفر. وأكو نكات، واحد من الكتاب ينقل عن نبي سليمان، طبعا هذا الذي ينقل في كتابه، أكو كتاب اسمه حدائق الأنس في نوادر العربي والفرس، سيد عباس الكاشاني وكيل السيد الخوئي كان هذا السيد، في هذا الكتاب ينقل بادرة نكتة عن نبي الله سليمان، يقول فرد يوم عبرت نملة على صدره لزمها ورمى بها، قالت يا نبي الله أنسيت أن الله يوم القيامة يوقف الظالم والمظلوم فيأخذ حق المظلوم من الظالم؟ قالها ألا تعفين. يمكن هي هذه القصة السيد لما ينقلها من باب العظة والموعظة ينقلها، وإلا تجنابك تدري الأنبياء عندهم عصمة. ألا تعفين؟ قالت لا أعفي إلا بثلاثة شروط. قالها قولي ما تأمرين، شنو الشروط؟ قالت له الشرط الأول ألا تضحك بطرا، بعد وألا ترد سائلا، بعد قولي، قالت له وألا تمنع جاهك ممن استغاث بك. إذا عندك جاء وبإمكانك، وألا تمنع جاهك ممن استغاث بك، نقدر نقول هذه كموعظة ذكرت في هذا الكتاب، وإلا الأنبياء هم من أهل العصمة، لكن الشاهد إنما فيها عظة وموعظة، ألا تضحك بطرا. فرد وقت النبي صلى الله عليه وآله مر على مجلس هو يبيهم واحد ينكت وضحك بشكل، فوقف النبي قال عطروا المجلس هذا بذكر هادم اللذات. قالوا من يا رسول الله؟ قال هو الموت، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. مو دائما الضحك زين، مو دائما الضحك فيه فائدة، لا لا أبدا، الضحك في حدوده، إلى حدود الضحك في كل آن في كل لحظة في لا. فالشاهد هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي اللي إمامنا يضرب به مثلا، يقول هاي نعمة، نعمة الملك خاف يجي فيما بعد إنسان، ولا يؤدي شكر هذه النعمة، أو ما يؤدي شكرها. فإمامنا يقول فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين،
في كتابه النهج المعروف نهج البلاغة، مليء هذا الكتاب، مليء بالعبر، مليء هذا الكتاب بالأمثلة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يخاطب بعض جماعته: إنك غضبت لله فارجو من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فلا تستوحشن من طريق الحق لقلة سالكي. دائما طريق الحق أهله مع الأسف قلة. وهذا ديدن الإمام علي بن أبي طالب. في خلافته طبع لي عقيل خليفة وبيت المال في قبضته وعنده فلوس، وأخي محتاج ما عنده، وجاي الأخو أخو خليفة آمر، قال له بعد شنو آمر؟ بعد أخوي وحاكم وأنا بعد مفلس غير أجل أخوي؟ التفت الغلامة قال له خله. يقول كان هسه إما في رواية كان لا شوفه ضعيف أو مكفوف على أي حال. التفت الغلام قال له دعه وانصرف، وجاء إليه بحديدة محمات. هسه مو حديدة كلش الذي تأذي أكثر، لكن يريد يوعظ الأمير. تفضل امسك، لزم الحديدة، لسعة إيده، جر إيده من الإمام، قال له: ثكلتك الثواكل يا ابن أبي طالب، تؤن من حديدة أحماها لك إنسانها للعبة، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. العدل دفن مع أهل العدل، القيم دفنت مع أهل القيم، دفن العدل مع الإمام علي بن أبي طالب. الإمام لما يكشف لنا عن أوضاع هذا النبي يريد يبين هذه سيرة العظماء، سيرة الأولياء، وبالنتيجة كل ما في الأمر موت، رحيل، خروج من هذه الحياة. على قول ذاك الأديب يقول: أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المراصد بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى بالقبور. تعالي يقول: عجبت لمن تأرق في بناء أمينا من تصاريف الدهور، ألم ينظر بما قد خربته الدهور من المدائن والقصور، وأقوام مضوا قوما فقوما وصار صغيرهم إثر الكبير، لعمر أبيهم لو أبصروهم لما عرفوا الغني من الفقير، ولا عرفوا الإناث من الذكور. إذا أكل الثرى هذا وهذا، فما فضل الجليل على الحقير؟ إذا الثرى يأكل الكل. أبو العلاء المعري مر باوع يشوف يقول: هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ احنا بالنسبة لنا نسأل الله أن يجعلنا تحت رعاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، هذا الكافل والكفيل. هو يقول كن بيعد أبدار السلام، هاي المنطقة الذي إن شاء الله الله يوفقنا ونندفن بها إن شاء الله، دار السلام، وإجا رجل جايبينه من اليمن اسمه صافي صفا، قبره موجود، من تمرون تزورون المؤمنين تشوفون قبره. سلموا أولاده على الإمام أمير المؤمنين، قالوا له: يا
يا أخ العرب وين دار الحما؟ هنا أرض تسمى بدار الحما. قال لهم ما تريدون منها؟ قالوا له هذا أبونا جبنا من اليمن أمرنا أن ندفنه في هذا المكان. زين ليش جبتوا هالطريق هذا كله؟ ماكو أرض ماكو مقبرة؟ قالوا له بلى أكو مقبرة، لكن قال في هذه الأرض يدفن رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. ذول يدخلون في شفاعته، شفيع يكون لهم، لأن هو الإمام أمير المؤمنين. هاي الأرض هذه كانت أرض مليئة بالماء، مليئة بالشيء الذي ما كانت تليق، مو زينة، مو أرض طيبة كانت. اشتراها الإمام أمير المؤمنين بأربعمائة ألف أو أقل من هالعدد درهم. قالوا له ما تصنع بها؟ هذه كل شيء ما تفيد، لا تفيد للزراعة لا لا. قالهم لا، سمعت رسول الله يقول أنه من دفن بجوار علي بن أبي طالب أصبح تحت حماية علي بن أبي طالب، تحت رعاية علي بن أبي طالب. أريد حتى قبور من والانا من شايعنا أصير مني أنا، يعني حتى قبره يكون مني أنا علي بن أبي طالب. فاشترى الأرض علي بن أبي طالب، هاي الذي الآن يدفن فيها الشيعي ترى علي بن أبي طالب شاريها كان. نعم، فأمرهم الإمام سلام الله عليه، أمرهم وبين لهم وين يحفرون قبر وحفرة، وإجا الإمام مشرف على تفتوله. قالوا له أخ العرب شو قلوبنا؟ هو تصوبك مالت صوبك حبتك قلوبنا، من أنت؟ قال لهم أنا هذا الرجل الذي أبوكم وصى عني، أنا هذا أبوكم جاي الطريق هذا كله يسأل عني، أنا علي بن أبي طالب. الأليف أول وقعتك حملة بدر، البيا بعد 20 ما تملك عمر، اتيت وليت العدا طعن طبر، الثيث وبرت بزانتك جيمانها، الجيم جرت كل روايها بأحد، الحي حربك منه يحصيها ويعد، الخيل خذ الجولة بميدان الطريد، الدال دك دكيت كل أركانها، الذال ذبيت اليمين على الشمال، الري رعبت قلوب كل ذيك الأبطال، الزي زلازل زلزلت ذيك الرجال، السين سالت بالدم وديان، الشين شلعت المسامي ولا تهاب، الصاد صلت على بن ود يوم الأحزاب، الضاد ضيعت تحت عج التراب، الطيط برت الراس عن ريسانها، الضي ظهر أمرك يمير المؤمنين، العين عادية الذي عاد والدين،
الغين غالب وهم دوم ذوب حين الفي فلك دوار قطبك وان القاف قرت لك يا ابو حسين العرب الكاف كلها وذكرك انشبها الرعب إلا مراح الذاي هذيك السرب الميم ما تندل بعد ميدانها لا ملف لا ليراع المرجلة يا علي شعوقك عن طف كربلة سيدي تشوف كل ذي ميم ايش الابطال مشتل وعازلين الرؤوس عن ابدان والسلام عليك يا حايم الحمى من ابنك العبام واسرى الموزم تقف زينب تقول له ما يتعجب بويا علي الحسين ما ييت وتدري بيوم طاح الارض ما ييت ترى عاد 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 بالعرب لو مات ميت العرب تفزع وانا منفزع لي اي العرب تفزع وانا من فزع علي حيهم تقل لي طارش روح لأهلي وصل حيهم يحيونك طبق والنوب حيهم توسط بالثنية وصيح حيهم يا هل زينب خذ وزينا يا 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 كان كل ميت تحضره وبمحاسبة تقعد بقبره ترى الحسين عنك يا مصر ظامي يموت بقاع قفره بحر الشمس وجروح كثره يا مندوب من شلون تبرى ما هو ديعتك موجة الزهر من أهلها يا هل تسأل ضلوعي من أهلها وعلى اليسوى دمعتي من أهلها يا هل خلت مثلي من اهلها من اهلها انا بس انا وبقداري اي 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 بويا يا علي هضمة الوياي أخوي حسين حط لي داي بحشاي
مصوب بالمعارة يطلب الماي. قم يا علي فما هذا القعود وما يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا كاشف دعوة المضطرين يا الله، شافي كل مريض ومريضة، من على مرضانا بالشفاء والعافية، وعلى أمواتنا بالمغفرة والرحمة، لا سيما الحج صاحب حسينية المشموم، اللهم ارحمه برحمتك واسكنه الفسيح من جنتك، واحشره مع الأئمة الكرام إلى روحه، وأمواتكم جميعا أموات مؤسسي هذا المجلس الكريم من الماضين من أهل هذا الجمع إلى أرواحهم جميعا. الفاتحة مع الصلوات. قاسمتهم فرحتي شاركوني بسمتي، يبعد الهم لما نشتم، عطرديه روحي مشتاقة وتحن، وتارسي عيوني الحزن، بيدي شمعة قلب دمعة، تواسي بيقول تواسي بيقول، ما ألقى مثلهم وين ما أمشي لما